أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري مختفون. يشهد زمننا هذا عدة قضايا اجتماعية التي تؤدي إلى هروب الأطفال من ديارهم. نشاهد معكم روبورتاج سعيد السماوي، نعيم الله هداوي، إدريس رجال الغابة، ونعيمة موسى بن عمران. شكرا. هنا معكم في دوار خندق بون بإقليم مدينة بير حرشون، طفل كبور المشاكل، البالغ من العمر 36 سنة، وليدي كبور، قول لنا السبب اللي يجعلك أنك سهران من داركم وتسجل الشارع. أنا واحد النهار كنت مع صحابي في الدرب، ما بيا ما عليا، حبك انت جابني باللي زبولي زوج جدارمية، واش ديت وانا نهرب من دارنا خطا يضربني خويا الكبير، جات عندي جاتنا الميدودية قالت لي سير خول امك الكسكاس وجيبو ليا، واش ديت انا باقي صغير ما تنعرفش، قالت يلا عديت 29 عام، مشيت خونت لامي الكسكاس جبتو ليها قالت ليها دوري معايا ما بغاتش، ديت وانا نهرب من دارنا. كما تتبعتم معنا ماذا فعل الكسكسو بعض الاسر. أما الآن فنمر بكم إلى فقرة نداء. أنا الصالحة من مدينة وجدة، راني نحوس على أبويا. اللي تغيب هذه 12 عام خرج يحوس على جداتي اللي تغيبت والبارح. اللي شافهم ولا تلاقى بهم يتصل دوزيان. أنا عبقادر صفرجل. من مدينة بونفناف كنقلب على خويا دريس صفرجل. اللي تغيب هادي ساعة ونص، أيه دخل الكريان اللي حدا السوق وما عاودش رجع، اللي شافو ولا تلاقى بيه يقول لي راه مفقوس عليه وباغي يجيب ليه الخبز من الفران، ولا كان كيشوف فيا دابا كنقول ليه سير حط جاكيتي جديدة وما تعاودش تقيس ليا حوايجي. أنا عايشة طويلة، أيه ما نفتش لبابا عاد سامد دينتو، اللي اختفى سنة 1994 مشي سقيت من البير وما رجعش منا في حديقة الخرافة، هو البير طاح في البير ما عرفنا شي فين مشى، ودابا اللي شافوا ولا تلقى به بلا ما يعلم به خلي عايز عنينا شوي. أنا الحاجة هي ممغوغة، جيت كنفتش لبابا الحاج مرزوق وريرة اللي كان في الطبقة التالتة حين كانت الحملة، واحد الساعة كنشوفها هو فوق الكاتري صفر قاعد العقبة، ودابا اللي يقدر يلحق عليه ولا يعيط وراه يجبروه في هذا الحرف ما لا باطا. شكرا. البارد كتسمع روزاليندا كترد عليه لا لا ايها السافل فانا لا احبك، انا احب روبرتو كارلوس. دابا لا دابا كتشعل التلفازه شني كتسمع ديابلو، انا سخنت لك الماء باش توضى، او لا كتسمع خليني عليك انطونيو الله يرحم يمك، انا طالع لي الدم هذيك الفريدو. مشكله مشكلة ماشي هذه، مشكلة أننا كنترجموا هذا المسلسل المكسيكي وما كنحاولوش أننا نمثلوه، علاش ما نمثلوش شي مسلسل مكسيكي يكون ديالنا؟ حنا عندنا طاقة واعدة في التمثيل بحال حديد الدان. كاملين كتعرفوا حديد الدان. وتصوروا معايا حديد الدان هو البطل شي مسلسل مكسيكي. تشعل التلفازة تسمع يا روزاليندا يا سيري الله يحفر لك جدر يا وجه القطيع. أولا ناجي تعتابو، صور معايا ناجي تعتابو يا بطلة شي مسلسل مكسيكي، والعاشق الوالهندي على شي نخيب وطني شي مدرب، وبالك ديك المدرب داخل نشطان كيمين على الصباح، وكتبدا عليه ناجاة، ديتي لي إلا في المزاح بنتي المنتخب ينجح، ديتي لي إلا في المزاح بنتي المنتخب ينجح، من سولتك فين كنتي؟ قلتي لي يا في تيران، هاي هاي هاي، هاي هاي هاي، خلي عليك المنتخب ديالنا، شكرا. باش نعجبوك حنايا المغاربة؟ كنفهموا في كل شيء، كنفهموا في الدين، في السياسة، في الرياضة، في التاريخ، في التخربيق، كتبار أخور في الحفرة تفران كيطرح الخبز وكيهضر في السياسة. أقل لك أسامة بن لادن تما في كابول، أقل لك حركة حماس جبدوا العلم علي بي، أقل لك ماشي يدمروهم ماشي يدمروهم، أطرح الخبز ديالك سداك لشي ليبيا وسداك لشي حركة حماس. واللي واعره هي كتبار اخر تاع علاقه مع الرياضه حالي وكيهضر في الرياضه، اقل لك ديك تريسيانو هولاندو اكي زريح اجي، ولا كان تريسيان هولاندو النجار شنو غيكون المانو، اقل لك ديك غارسياس غارسياس بونتيرو اصاحبي. مشكله الله العظيم. ولكن اللي كيعجبني انا اللي كيقتلني وكيسالي معايا مره هو ديك خانه اللي كتبرو جالس في الحومه طالق الهيدوره وجالس فوق منا والدكه، اما الا كانت مشى كان وصل مكه الدكه وجالس تسنى مفضوق مو السباسه سنانو مره وكيهضر وكيصفر وكيهضر لك في التاريخ. دا
البارح شفت واحد الريبورتاخي ديك ايدي عندنا شي وانا زوكراك ابار خاودي ديك العائل هيطنر مي كان عنده العم فرعون ديك العائل هيطنر هسه طويله وطلع عند فرعون في الاسكندريه فهمت جبكم الله فرعون كيمان فرعون قال له جبتيها معك طويله هو سايا انا طويل شير عليه بواحد باطا يدرواثا دابا ما كيتجمعوا له معك الا بس واحد سبادر يكتبوا صلاه دابا خاوي مشكيت الله كاين هاد الناس هادو ولا ما كايناش ماشي سيتو طيحت عليهم بطل بطل وحنا المغاربه كيعجبنا نطيحوا بطل على الحاجه بحال سراق الزيت علاش سماوه سراق الزيت واش عمرو شي واحد فيكم دخل الدار جبرو مدرع شي بدون هاد الزيت وخارج بها هربان وعاد اللي جا كيصطام عليه شتي حنا كون كان غير اللي كيسرق كنصطمو عليه كتكون طنجة تكون عندها أحسن فرقة في البطولة الوطنية واحد السيد آخر تا هو مطيحين عليه باطل حمار الليل كتسمع البارح ضربني حمار الليل فحال بصح زعما الحمار بالليل كيبقى بلا شغل كيخرج يطنبق في عباد الله والحمار إلا كان غيضربك غيضربك بالنهار علاش غيتسنى تا الليل كاين واحدين اخرين اللي كيضربوا بالليل هذوك اللي كتهضر معاهم شطيحه كيضرب معاك سقسيره كتضرب يدي في الصباح انت ما كتبرش الكارتيره هذوك اللي كيضربوا بالليل الحق واحد الحاجه مطيحين عليها بطل من معقول سكن اقتصادي انا كيبان لي ما اقتصادي ما حتى وزها واش عباد الله كتشري بارت ما ب 20 مليون ما فيها حتى 2000 درهم بالمقادير كتسمع جوج كيلو ديال السيما جوج قطبان ديال الحديد براويطه ديال الرمل صباغه ديال التزاين ها البارت ما واش دخلت عليكم بالله دي واش بارت ما ولا اكله خفيفه شكرا حق بيني وبينكم في التلفازه كيعملوا لنا برامج مزيونه بحال ديك برنامج اجي نتعاونوا هذا البرنامج مزيون علاش حنا اللي ما نمشي شي برنامج سميوه اجي نتحاسبوا كل حلقه نجيبوا مسؤول نتحاسبوا مع شنو دخلوا شنو خرج ولا زين دابزو سالينا حنا يا كاع زين دابزو غنبقاو غامقين علينا حتى لافان مشكله والله العظيم بحق كيعملوا لنا برامج مزيونه بحال ديك مسابقه ديال الغناء ديك ستوديو تروازيام مزيان كيجيبوا لك واحد مأثر بالرويشه وكيغني عمرو دياب دابا انا كوميدي لا مشات تنسى لي التكست ديالي نقدر ندخل ونخرج في الهضره ونرجع للنص ديالي وهذاك اللي مأثر بالرويشه وكيغني عمرو دياب لا مشات تنسى له كلمات غتسمع لا برتاح في ليله ولا بنسى ولا هذا زماني حير هذا زماني غدا مشكله الحق بيني وبينكم انا اللي كيفقصني بزاف وما ديك هذا اخر سكيتش غنختمو به انا اللي كيفقدني اللي كيفقصني بزاف وما ديك البرامج اللي كيعملوا لنا في الراديو بحال ديك برنامج ما نسير بحال التليفون الناس عملات ما نسير بحال 50 مليون حنا يلاه نعملوا ما نسير بحال التليفون شكون اللي باقي ما عندوش التليفون عارف فكر زيد ما عنده التليفون كيجي يتجع كيصيفط لي ما ابي مو سيل تبلي ونهار اللي كتشبرو بوات فوكال كيف راه عاد تشوطيس من داخل مرة كتجبرها فرحانة أي ولدي كيركل فرحان بيا هو غير بوات فوكال عزاتو في 4 دراهم وملي كيكون خارج كيصيفط لها ميساج الواليدة مشي للطبيب أنا خارج من دابا نص ساعة وكتجي تسمع هاد البرنامج غير الدرايم كتسمع إذا مرحبا بكم برنامج ما سيح التليفون برنامج الفرجة والمتعة وما نطولوش عليكم ساقول الاتصال الهاتفي ألو هو اللي يقول لك ألو إذا مرحبا بك برنامج ما سيبح تليفون هو اللي يقول لك الله يبارك فيك والله يرحم يماك وبابا إذا الأخ الاسم كريم هو اللي يقول لك اسمه ممنوع يدوس في الراديو إذا الأخ كتبان حافظ قانون اللعبة هو اللي يقول لك ما تبدلوش القانون راه خوك خارق في المحاكم مشكلة وعاد كيتسالى هاد البرنامج كيعملوا لك إشهار في الراديو ما تفروش حتى ديك إشارات التلفازة أجي ما لاحظتوش ديك إشارات التلفازة كاملين نرجعوا بالغناء قولوا رادو أيوا مشكلة والحق لاباس ملي كيغنيوهم بالدارجة تصوروا معايا اللي كانوا كيغنيوهم بالشرقي يبان لك إشهار ديال اللي كوش مع الحمد عبد الحليم إني أغرق أغرق يا أمي مع اللي كوش تاع الميكا ما تبقاش تغرق السي عبد الحليم كيطلع لك الدم كتنيرفا كتمشي كترجع بالليل كتشعل الراديو باش تصنت زعما باش تموصل كتشعل كتجبر المشاكل إخواني أخواتي أهلا بكم في برنامج احكي لي هذا البرنامج هو عبارة عن سفينة ديال الجمل غير المفيدة اللي كنتوصلوا من خلالها الحلم
ومشي عند لاكارت ناسيونال واجي وجبر باقي كيخدم برنامج. ما نطولوش عليكم ونستقبلوا اتصال هاتفي. الو 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 اخي يحيى، شو شو انا كنعيط لك درهم، شو العائله ديالي خليك تخلص ناس السبت. ونستقبلوا اتصال هاتفي اخر. الو الو الاخ يحيى، هذا اللي كان جالس قبيلتي في فراس الحام وعيطني يحيى. اخي يحيى انا ما عندي لا مشكل لا والو، بس نقول لك والو شي 20 درهم جيبوش طريف الله يرحم يمك طايبا لنا حق. بس يعجبوك هي كتعيط شي وحده تاع علاقه كتعيط. الو الو شو ميشا؟ لا معك الاخ يحيى. انت من الراجل ديالها عافاك لقيت قدامك قلنا واش باقا عاقل على ديك المقادير ذات شر. انا ما يبغيش يستقلي، لا بغي قيد شر ولا خرج لي البطبوط، لا بغي البطبوط لا تخرج لي الرغايف، لا بغي قيد بغل ولا تخرج لي تسوير هذا الراجل ديالي. مشكلة ولكن وكتقلب زعما باش تموسى كتبار بيت الصداقة. أنا كتبان لي بنت الحماقة ماشي بيت الصداقة. كتسمع ونواصل معكم في بيت الصدقة وأغنية عندي سندويش واحد طلبها محسن ملحومة صدام لرفيقته نعيمة ملحومة تشوف. وعندي سندويش واحد وجميع الخضرة راها فيه، شكرا، وجميع الخضرة راها فيه وما يشقمني تا واحد، سندويش واحد نصابيك فيه. أولا كتسمع أولا كتسمع، وأنا واصل معكم في بيت أعز صدقة وأغنية ولي لدارك وهي تايكة للشاب خال. ولي لدارك وهي تايكة حبابك نعس ويماك باقا فايقة، ولي لدارك وهي تايكة بابك نعس ويماك باقا فايقة، وبابك زكر من باب وخلاك في العذاب ويا ليلي وخلاك تغدى في الصباح وجمع